السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حصريا في العالم العربي سنلعبها بشكل مختلف جدا، حيث سأتطرق معك إلى كيف تقوم باختيار أفضل قناة تردد ويفي، وبالتالي ستلاحظ حتما رفع كفاءة يعني مدى صبيب الاستقطاب وكذلك تحسين الصبيب، لأنه في الحقيقة عندما نستخدم الكيبل ونتصفح الإنترنت من خلال الكيبل ليس كما نقوم بتصفح الإنترنت عن طريق الويفي، لأن غالبا الكيبل يكون أفضل بكثير من الويفي. طبعا عندما أقول اختيار أفضل قناة ففي هذه الحلقة سنتطرق إلى شقين أساسيين، أولهما وهو يعني عمل تحليل للشبكة وتحليل للتردد، بعد ذلك سنقوم ب يعني التعديل واختيار القناة. لهذا يجب أن يكون جهاز الويفي يقبل تغيير قناة التردد. في حالة إذا كان جهاز الويفي عندك لا يقبل هذا ما سأشرحه الآن، فمن الأفضل أن تغير ذلك الجهاز لأنه نوعا ما غير احترافي أو ليس نصف حتى نصف احترافي، يعني سيمي بروفيسيونال، يعني لم يصل يعني جهاز يعني من الأفضل تغييره لأنه نوعا ما سيكون هو السبب في ضعف الإنترنت لديك غالبا، لأنه ليس جهاز نوعا ما قوي. فإذا لم تجد هذه الإعدادات فكر أن تغير، حان الوقت أن تغير جهاز الويفي. كذلك ما أريد أن أشرحه أنه يجب أن نعرف شيء معين، أن المعيار الذي سنقيس به مدى التردد هو ميجا دي بي أم. فمثلا كلما اقتربنا من 10 دي بي ام كلما كان الصبيب جيد جدا، كلما كانت الإشارة قوية جدا. كلما انخفضنا عن 70 دي بي ام كلما كان الصبيب ضعيف ومدى الاستقطاب ضعيف جدا. فشركة سيسكو وهي شركة متخصصة في الاتصالات يعني وتقدم عدة حلول في الشبكات المعلومية طبعا، فتقول أنه كلما نزلنا عن انخفض الصبيب او انخفض معيار دي بي ام عن ناقص 70 فهذا يعني انه وجب علينا استخدام نقطه موزعه للويفي. لكن ان شاء الله في هذه الحلقه سنلعب مجهودنا على ان يكون الصبيب اكثر من او يقترب دائما الى ناقص 10 دي بي ام. كيف هذا؟ هذا ما سنشاهده في هذا الشرح. إذا أول شيء سنستعين بأداة أو برنامج عفوا لتحليل إشارة الويفي. هذا البرنامج سنقوم بتحميله من ضرابط go.hdpf.com/insiders.com أو SSIders. أوكي، برنامج NSSIder فهو برنامج نستعين به في تحليل إشارة الويفي. طبعا سنقوم بتحميله من على هذه الرابط التي تظهر أمامك على الشاشة على حسب نظام تشغيلك. بعد أن تقوم بتحميل البرنامج وتثبيته قم بتشغيل البرنامج. كما تشاهد معي فهنا تظهر لديك أو تظهر نقاط الويفي المتواجدة. لاحظ معي في RSSI لدي ناقص 50، إشارة جيدة جدا نوعا ما، وهي إشارة الخاصة بالروتر عندي. أما في الروتر الجيران فلدي ناقص 91، يعني أن الإشارة نوعا ما ضعيفة، فكلما اقتربنا من القيم الكبرى كلما كانت الإشارة ضعيفة، كلما اقتربنا من القيم الصغرى كلما كانت الإضافة أو الإشارة عفوا جيدة. جيد، الآن ما يهمنا أننا سنذهب وننقر على تايم جراف. بعد أن نقر على تايم جراف نختار إشارة الويفي التي نريد تتبعها. إذا نختار على سبيل المثال نقطة tstreetprofessional.com. كما تلاحظ معي فالآن يمكننا مشاهدة تردد الويفي فلدينا نوعا ما في ناقص 50، يعني ثابتة في ناقص 50، أمر نوعا ما بالنسبة لي جيد، ولكن سأحاول أن أرفعه إلى أكبر من هذه أو أقل من هذه القيمة عفوا. إذن كيف ذلك؟ الآن سننتقل إلى الدخول على الروتر. غالبا ما تدخل على الروتر من 192.168.1.1 أو 192.168.2.1، يجب عليك هنا مراجعة معلومات الروتر لكي تعرف كيف يمكنك تسجيل الدخول على الروتر. بعد ذلك تبحث في وايرلس. طبعا ما أشرحه الآن ليس بالضروري الشيء الذي ستجده في الروتر عندك، فكل روتر نظام تشغيله الفريموير فنقول فريموير نظام تشغيل لكي نوضح الصورة، يعني ليس بالضرورة أن تجد مثل هذه الإعدادات. أوكي، لكي نكون واضحين.
فقط انت عندما تدخل على الروتر ابحث عن شيء يمكنك من خلاله تغيير القناه. القناه نرمز لها بالشانل، عندما تجد في واي فاي شانل او شانل فهذا هو ما نبحث عنه. اوكي، ابحث في الروتر عن هذه القيمه. اوكي، غالبا ما ستزيدها في 6. اوكي، فلدينا عده قيم هنا. الان سنقوم بتغيير كل قيمه ومراقبتها من خلال هذا البرنامج لكي نعرف هل ارتفع او هل اقتربنا، هل يعني الدي بي ام ينخفض ام يرتفع. اذا كنا نقوم بتغيير القناه والدي بي ام ينخفض فهذا يعني اننا اخترنا قناه افضل من السابق. كلما اخترنا قناه وكانت دي بي ام يرتفع او قيمه الدي بي ام ترتفع الى 70 الى 80 فهذا يعني اننا نختار قيم مغلوطه او خاطئه. على بركة الله نبدأ. إذن أول شيء سأحاول على سبيل المثال اختيار القناة، نبدأ من واحد. أوكي، نبدأ من واحد وننقر على السيف ثم ننتظر. طبعا كما تلاحظ معي في الشانل فقد تغيرت من 6 إلى 1، من 6 إلى 1. الار اس اس أصبح 46، كان 50 أصبح 46. لاحظ معي في التايم جراف لقد ارتفع عندي قبل، لقد ارتفع نوعا ما عندي قبل، يعني 47، يعني الإشارة تحسنت عما كانت عليه. أوكي، ننتظر إلى حين. طبعا الآن نقوم الآن باختيار 2. اخترنا في المرة الأولى 1، الآن نختار 2 ونشاهد الشانل تغيرت في البرنامج، لا يوجد اختلاف الآن كما تلاحظ معي. 2 يعني نوعا ما أصبحنا نقترب من 50، يعني 2 الإشارة في الشانل 2 نقول يعني قريبة من الشانل يعني قريبة من 1، قريبة من 1، يعني 2 1 ليس مشكلة. الآن سأحاول اختيار 13 على سبيل المثال ثم سيف أبلاي. لاحظ معي عندما اخترت 13 الإشارة أصبحت 51، وكذلك في التايم جراف كما تشاهد معي هناك انخفاض. لاحظ معي من 11 AM كانت الإشارة مرتفعة، لكن عندما اخترت الشانل 13 انخفضت إلى 50. يعني هنا نستنتج أن الإشارة في الشانل 1 أفضل بكثير من القناة على الشانل 13، يعني هذا واضح كما تشاهدون معي الآن. أوكي، نحاول أن نختار شانل 12 ونشاهد. يعني هكذا نبقى، يعني هكذا هكذا تمر العملية، يعني نغير الشانل القناة ثم نراقبها على البرنامج. إذا كانت ترتفع فهذا يعني أن الشانل أو الصبيب سيكون ضعيف، إذا كانت تنخفض فهذا يعني أننا اخترنا أفضل إشارة. لاحظ معي أن 12 أفضل نوعا ما من 13 كون أن الإشارة ثابتة نوعا ما في ناقص 50، وهذه طريقة حصرية أقول في رفع درجة مدى استقطاب الوفية. الآن نغير إلى 8، يعني يجب عليك أن تذهب بشكل تسلسلي، أنا فقط أقوم باختيار عشوائي. أوكي، لأنني أعرف أن الشانل الجيدة هي 1. إذن 8، لاحظ معي تم تغيير الشانل في البرنامج 8، ولاحظ معي أن نوعا ما الإشارة 52، كانت في الأول ثابتة في 50، الآن 52 53، يعني نوعا ما نبتعد عن الرقم المطلوب. الآن أرجع إلى 1 ولاحظ معي الفرق، 1 لاحظ معي 1 48 تلعب دائما 48 47، يعني أفضل. لاحظ معي في التايم جراف ارتفع مقارنة مع من دي قبل، لاحظ معي كان منخفض بشكل حاد ثم أصبح يرتفع. لاحظ معي التايم جراف يرتفع، فهذا يعني أنني اخترت إضافة أو إشارة أو تردد جيد. طبعا يمكنك القيام بهذه الخدعة أو هذه الطريقة، ويمكنك ليس فقط مراقبتها عبر البرنامج وإنما محاولة التصفح، محاولة مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب، وستشاهد حتما أن هناك فرق. نشاهد على سبيل المثال، لاحظ معي
لوك 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 شاهد 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 كيف ير... هناك فرق كبير جدا، لأننا اخترنا طبعا صبيب أحسن ومدى استقطاب أفضل. إذا نتمنى في نهاية هذا الشرح أن تكون هذه الحلقة قد رقت لك، لا تنسى تشجيعي بالنقر على زر لايك، وكذلك لماذا إذا كان لديك أي تساؤل وضع تعليق، كذلك لا تنسى مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك. أما إذا كانت هذه أول متابعة لك لحلقات رغيف أمين، فلا تنسى زيارتي على موقع مدونة المحترف فقط على www.teachtreeprofessional.com، أزيد من 3000 متدونة في جميع الميادين التي تخص المعلوميات. كذلك في أي وقت يمكنك الانضمام إلى صفحتنا على الفيسبوك، أزيد من 260 ألف معجب فقط على facebook.com/teachtreeprofessional. وفي أي وقت إذا تتوجه على اليوتيوب لا تنسى أن تقر على زر لايك أو عفوا زر سبسكرايب. أراك إن شاء الله في الحلقة المقبلة بإذن الله.